قال وجده للأب عبد المطلب. عبد المطلب، عبد المطلب هذا في الحقيقة ليس باسم، هو شيبة الحمد، مفهوم؟ نعم، وهذا ليس باسم، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بهذا الاسم أو يقر على هذه التسمية، لكن عرف بهذا، هذا لقب، هذا لقب لشيبة الحمد. نعم، بعد ثمان مات من غير كذب. نعم، ثم بعد ثمان يعني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين توفي الجد، كان في كفالة جده، توفي الجد، توفي الأب أولا، ثم توفيت الأم، ثم توفي الجد، نعم، ثم كان في كفالة عمه أبي طالب، نعم.